بخير كل شيء بخير أم مليحة. هذا واحد الميساج لخوتنا المغاربة وخوتنا العرب، ميساج اسكتوا على هذه الحاجة، باللي الديمقراطية الإسلامية فيها ثلاثة ديال الحوايج، كتقول ان سول ديو، وكاين سيد واحد، كاين إله واحد، وسيد واحد، وأمير المؤمنين واحد. الإله هو إله لا شريك له، كاين الله واحد لا شريك له، وكاين سيد واحد هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكاين أمير المؤمنين واحد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ميساج بالضبط لمحمد السادس، كنقول لك محمد السادس باللي عندك خمسة ديال الناس عايشين وخمسة ما عايشينش، الخمسة اللي عايشين فيهم الشاشة في التالي، والخمسة اللي ما عايشينش هما العمى والعوج والهجالة والإسامة والشمارة، واللي عايشين فيهم الشاشة في التالي هما الوشاشة والغشاشة والعياشة ديالك، وبيع الحشيشة، بيع الحشيشة صاحب الجملة صاحب كتامة كيشكمو، يبيعوا الحشيشة ويشكمو. الو خونا في راه واحد السيد هذا كيشكمو، والخمسين تما فيها الشاف التالي وهما النقوشة، تما عايشين عايشين النقوشة في المغرب عايشين. هاكو بخير كلشي بخير. وسمع محمد السادس هذا برنامج جديد بالجهة الشرقية، مدينة العيون الشرقية، معك الراجل ديالك وانت ما كتبغيش الرجال، انت كتبغي الشمايت، وفهمني القصد ديالي واش كنفهم لك. الانسان اللي كيهضر معك هو ولد فاطمه اللي وصى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجت لكم من الزاويه البوتشيشيه، انت اللي كتعاونهم 6 مليون وهم مقعدينك على القالب. جا عندك جمال، وهذا الجمال واش عنده؟ واش من اسم عنده؟ روح حتى للحكم، الحكم هو الله سبحانه وتعالى، وراه عطاك جا عبد السلام ياسين عندكم الورقة الصفراء، عطاكم العدل، والشيخ حمزة الشكام عنده الاسم ديال لطيف وخرج الشكام، وهذا عبد الله كيهضر معاك عبد الله الجلطي. هما كاينين الكلاب وداوني سبيطار الهبالة، كان بالك انا هبيل كان بحال شي هبالة، انا هو العارف بالله الوسيم، وهما الصفات الاربع. شوف الا كتشوف محمد او محمد السادس راك ما كتشوفش، علاش يقول الله يفتح عليك؟ اما تفتح عليك الله عرفت علاش؟ ما يفتحش عليك الله عرفت علاش؟ وحتى تجي نقولك علاش ما يفتحش عليك الله؟ من الله الناس كيحبهم كيهديهم، واللي ما كيحبهمش ما كيهديهمش. والآية كتقول في القرآن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.